مبارك عليكم الشهر، ورجعنا لكم مع مسابقة فكر مع الاتحاد. السؤال اليوم يقول: جزيرة صخرية في الفجيرة يكسوها اللون البني الداكن، تقع وسط البحر وتحوطها الأمواج من كل جانب. سميت هذه الجزيرة على اسم شخصية كرتونية معروفة، فما هي؟ كل عام وانتم بخير، أخوكم فاضل المهيري. للإجابة على سؤال المسابقة قم بإرسال رسالة نصية على 3540 لتربح جوائز قيمة يومياً. فكر مع الاتحاد.